زواجك الأول يعني من طارق العريان صح؟ آه. كيف تعرفت على طارق؟ طارق تعرفت عليه في الشغل كنا بنشتغل مع بعض وكان هو بيحب السينما طبعاً كالعادة وأنا كنت بموت في السينما. أنا سينما is my passion ومفيهاش compromise خالص. فكنا بنشتغل مع بعض وهو كان أكبر مني شوية فكنت بحب جداً كلامه عن السينما. أكشي إحنا تعرفنا على بعض في كلاش يعني هجمته مش عارف كان عامل اعتقد الباشا او الامبراطور فقلت له مين المخرج اللي عمل فيلم كوبي من سكار فيس وفين الكرياتيفيتي ومش عارف ايه وكده وكانت هي دي البدايه ان احنا في الاول خالص كان صدمته بالظبط حصل تصادم وبعد كده بقينا صحاب قوي وبعدين بقينا بنشتغل مع بعض كتير جدا وبعدين من هنا اتولد ان يبقى في احساس حلو قوي قوي بيني وبينه وحبينا بعض حب كبير قوي واتجوزنا وانفصلنا بعد 3 سنين اعتقد 3 سنين قصه الحب دامت كم سنه؟ لا كتير كتير. هو الجواز اعتقد هو مقبره للحب ده مقوله حقيقيه جدا يعني وفرت عليا دمه تقيل قوي الجواز يا جماعه بجد يعني ضيمت 3 سنين غلط اني بقول كده؟ لا مش اتجوزوا يا جماعه بس انا بالنسبه لي ده عم تحكي الواحد عم بيحكي من تجربته الخاصه ليه اللي بيقتل الحب؟ الروتين والمسؤوليه والروتين والغيره الزياده وانك مع البني ادم ده طول الوقت وبتغيري عليه قوي الروتين والمسؤوليه بالنسبه لي اكتر حاجه بتموت لان هو نفس الشخص اللي انت بتكوني عرفتيه قبل كده وحبيتيه جدا وفي حاجات حلوه قوي بينكم وبعدين فجاه بعد فتره جواز بتحسي بملل لان هنا بشوف ان هما الاثنين لازم يبذلوا مجهود جامد جدا عشان يخلوا الحياه مستمره اكتر. المجهود المفروض يكون مبذول اكتر بعد الجواز مش من قبل الجواز. مش قبل الجواز انت هنا بتبذلي مجهود معظم الوقت قبل الجواز لغايه ما تتجوزي او لما تتجوزي تريحي خلاص تريحي ده غلط ايه. ده غلط واعتقد ده اللي بيبوظ. مين اللي لازم يعمل مجهود اكتر من الثاني رجل ام المراه؟ الاثنين لازم طبعا. واذا حد ما عملش المجهود ده يعني على الاكيد العلاقه رايحه للنهايه طبعا يعني اللي هتفضل تدي في الاخر خلاص شيل جو بانكربت هتفضى مش هيبقى عندها عطاء بعد كده لان انت بتدي ومستنيه تقدير ابريشيشن مستنيه حد يلاقيكي برضه يلاقيكي او حتى يعني يمشي معك بنص الطريق بالزبط. يحاول انه يلتقي بيك بنص الطريق. رغده بيقولوا اخد وعطا هي على فكره الحياه كلها اخد وعطا يعني انت حتى وانت صغيره اهلك بيدوكي لما بتكبري انت بتديهم مظبوط. صحابك بتقفي جنبيهم مواقف اما انت هتحتاجي لهم هتلاقيهم جوزك انت بتديله هو المفروض يديكي فهي الحياه كلها كده يعني هي الحياه كده. انت حاولتي وحسيت انه الطرف الثاني غير متجاوب معك حسيت هذا الشعور بالجوازة الاولى بعد ما دخلنا الجوازة الاولى كنت صغيره جدا بالنسبه لي يعني انا اتجوزت كنت صغيره جدا وكنت المشاكل على ايه في حاجات كتيره قوي مشاكل على شو بتصير انجي يعني شو بصير نوع من المشاكل انا شايفه ان في الجوازه الاولى تحديدا ممكن يكون من كتره الحب قوي فكان في غيره اعتقد انت اللي بتغاري كنت طبعا بتغير كتير وقتها طبعا انت من هالشخصيات اللي يعني بتحب لا في شخصيات لا هو كنت يعني مش عايزه اتكلم بصي انا مش حابه ان انا اتكلم عليه قوي لان هو دلوقتي ليه بيته وليه اسرته وانا دلوقتي حقيقي يعني كمان انا بتمنى له كل حاجه خير ومراته بحبها جدا اصاله بموت فيها اصاله طبعا بحبها جدا أنا. جدا واحنا اصدقاء وبتسال عليا وبسال عليها وبحبها وبحب اغانيها جدا فانا بتمنى له بجد يعني طارق بالنسبه لي اتمنى له كل الخير وهو مخرج شاطر وبحب اتكلموا مع بعض انت وطارق لا ما بتجيش فرصة بأكتر أنت وأصالة أنت ومرات أنا وأصالة أكتر أنا وأصالة أكتر من طارق مع أنه عشرة العمر كانت مع طارق أنا أكتر مع بصي أنا بحترم قوي أما يعني إحنا ممكن نكون ما بحبش البجاحة في التعامل فاهمة قصدي إن جنرال مش بتكلم على الموقف ده تحديدا بتكلم بشكل عام أنا دايما بحب إنك تراعي ده مهم جدا يعني النهاردة وبعدين بالعكس أنا بشوف أي حتة بسلم عليه وعادي جدا ولو جه مثلا موضوع عن السينما لأن هو بيحب السينما أنا بحب السينما ممكن نتكلم في السينما عادي بس أنا دايما براعي إنه خلاص يعني النهارده انت عندك بيتك وولادك التقيتوا بمناسبه ليتتكم سوا كتير بتوقفوا بتسلموا على بعض طبعاً. بتتكلموا مع بعض طبعا كتير بحبهم جدا مع بعض كمان دلوقتي بصراحه انجل المراه اللي فينا ما فينا نسيطر عليها
يعني يا الزوجة الأولى بدها تغار من الثانية أو تحس بي حاجة كده في قلبها بتقرص، يا التانية بدها تغار من الأولى لا شعوريا. بصي هقول لك على حاجة بمنتهى الصراحة، ما فيش بجد بجد I'm being very honest بجد والله ما فيش الإحساس ده. ليه ما فيش الإحساس ده؟ لأن أنا الموضوع ده خلص من زمان قوي 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 قوي. أنا جوزت بعدي وخلفت أحلى حاجة في الدنيا، بنتي أكبر حب في حياتي، فأنا يعني وهو ربنا يوفقه مع مراته ومع ولاده. فعارفة بجد بجد، وين هو أنا لما جوزت طارق في وقت أنا كنت صغيرة قوي، أنا دلوقتي يعني أكبر كتير، فدلوقتي أنا نفسي اتغيرت وأكيد هو كمان اتغير، فالمواضيع فعلا مش بالشكل ده خالص. يعني حسيت أنك معايد الموضوع أباب الموضوع عدى I passed it completely.